السلام عليكم. بعيدا بقى عن الكلام عن الحب وان الحب لغة الحياة وان هو اجمل حاجة في الدنيا وان مش عارف ايه، تعالي نتفق على حاجة كده من الاول، ان مفيش حاجة اسمها حب على النت، مفيش حاجة اسمها حب على مواقع التواصل الاجتماعي. هتقولي لي ازاي؟ لا، فيه وبينجح. طب تعالوا كده يا حبايبي اترصوا كده جنبي، اترصوا وقعدوا معايا وانا هقول لكم وافهمكم واحدة واحدة، وخدوا كلامي وعقلوه. الفيديو بتاع المره اللي فاتت ده انا ماليش دعوه بيه، انا ليا راي تاني وانا هقوله لكم دلوقتي، وخدوا مني واسمعوا. اولا الشباب نوعين، يا نوع عايز يتجوز وجاهز ومعاه فلوس، وده يا حبيبتي يوم ما يروح يتجوز هيروح لامه ولا لاخته ولا صاحبه ولا لحد ينقي له عروسه، دي حاجه. يا اما واحد ما معهوش فلوس ومش جاهز فيخش يشقط له واحده من على النت علشان خاطر ايه يتسلى بيها، دي حاجه. الحاجة اللي بعد كده اللي انا عايزة اعرفها لكم، ان مفيش واحد بيتجوز واحدة ما يعرفهاش او ما يعرفش اهلها او ما يقدرش يوصل لاهلها ويعرف كل تفاصيل حياتهم او كل حاجة عنهم، هم مين اصلهم وفصلهم ويقدر يتعامل مع مين فيهم، دي حاجة. سيبك بقى من قولي ده بيقولي وبيعدلي وده مش عارف ايه، هيقولي حبيبتي هيقول ما انا جايلك في الكلام اهو، خليكي معايا واحدة واحدة، هيطلعك فوق سبع سنة وفي الاخر هتنزلي سبع عرض على جدور رقبتك، وبعد كده بقى حكمي دماغك. شوفي بقى الكلام اللي على اصوله. الشاب من دول يا حبيبتي طبعا لما بيلاقي واحده عماله بتعلق وعماله بتتكلم وعندها شرخ عاطفي بيخش على، طبعا الشروخ العاطفيه كتيره وكلنا بنخش نطرشها على النت على الفيس، اللي كاتبه مش عارف ايه واللي كاتبه مش عارف، الشباب بتعرف تمام، فبيخشوا يتكلم معاكي على الخاص، بيجيبك بالطريقه، كل واحده وليها مدخلها. فبيخش بصي بقى اهتمام وحب وحنيه، وطبعا هقولك في الاول احنا اصحاب واصدقاء والكلام ده، وشويه شويه انت غصب عنك علشان احنا عاشفيين زياده عن اللزوم هتلاقي الصداقه قلبت لحب، وحب كبير ملوش نهايه، وهتصدقي وعوده ده ما يقول كلام، انت لو تسمعي الكلام اللي بيقولهولي هيقول يا حبيبتي وهيقول اكتر من كده، وهتصدقي وهتتثبتي. بس كل ده في الهوى، اللي عايز يخطب اللي عايز يرتبط بيخبط على الباب. سيبك من كل الكلام اللي على النت اخرته ايه، بلوك. اسمعي مننا، اي حد يخشلك على الخاص اقفلي بابه، صدقيني مش هيجيلك من وراه الا وجع القلب. والحلوه اللي بتقولك خدي التجربه للنهايه دي، وايه يعني لما تتوجعي بس ما تطلعيش خسرانه، وهو وجع القلب سهل، وهي كسره النفس سهله، وكسر الخاطر سهل، وجع القلب مش سهل. كلكم عارفين كده، عارفين قد ايه لما بتخدوا تجربه وبتطلعوا تعبانين منها ومحدش بيحس بيكوا. اوعي تظني ان اللي سابك هيحس بيكي، اوعي تظني اللي قاعد يقول لك اصل وفصل وقاعد يجيب لك اعذار من هنا ومن هنا، اوعي تحط في دماغك انه بيحس بيكي، اقسم بالله ما انت في باله ولا ذره، ولا بتهزي في شعره ليكي، كله كلام يا حبيبتي. ساكن جنب البوسطة بقى وظروف وجوابات والحوارات دي، والله العظيم ما في عنده ظروف، هو في الاول بس، شهر في التاني حب وغرام وعشق، وانت مراتي وانت بنتي وانت اختي ويا بابا ويا والكلام ده كله، في النهاية لما بيحب يخلع بيعرف يخلع، وبيطلع بقى بيلبس وش الملاك وبيطلع له جناحات كده في ظهره من ورا، وكل ده بيبين لك انه عايز يسيبك عشان مصلحتك وانه خايف عليك، مش عشان هو شبع او زهق او مل، او اقسم بالله مع واحده تانية بيثبتها. هو هيثبتك ولا هيثبتها؟ ابو بلين كذاب يا حبيبتي، هو بيتعامل بمبدا سليم وصح؟ هو هيثبتك انت ولا هيثبتها هي؟ هيجي يقول لك بحبك ويروح يقول لها بحبك؟ ما ينفعش يا ماما، انت خلاص خدتي وقتك معاه، خدتي وقتك يا حبيبتي وخدتي خلاص، ما عادش ينفع. التانيه بقى تاخد وقتها وتاخد قصتها وتعيش الموضوع ده. ان اللي عايز يرتبط ما بيروحش يدور على واحده على النت، اللي عايز يرتبط بيروح لامه، ده بيحبني، ده احنا بقالنا سنين مع بعض، ومال يا ماما، شوف هو محتاج منك ايه. طب اقول لك حاجه، اي واحده فيكم في علاقه جربي تقولي لا، جربي تقولي على اي حاجه بيطلبها منك لا، ايا كانت هي ايه الحاجه دي، ومش عايزه افسر، جربي تقولي لا، وانت هتلاقي نفسك مش مرغوبه مش موجوده، تمام. بصي يا حبايبي، كل واحده تحافظ على نفسها وتخاف على نفسها وتقفل الباب ده نهائي. اي حد يدخلك على الخاص اقفلي بابه. وبالمناسبه
المدام الحلوه اللي بتقول لك اصل انا متجوزه وجوزي وحش في حقي فدخلت كلمت صديق وبعدين انا ارتحت له. ما لازم يا حبيبتي ترتاحي له، ما هو الراجل ده خلي بالك هو جوزك، الراجل ده هو زي جوزك، بس الفرق بينه وبين جوزك ان هو فاضي ومش جوزك، وشه مش وشك. عشان تعرفي ان لو ده شاب صغير اللي بيكلمك وخالي، اقسم لك بالله يوم ما هيتجوز هيبقى زيه زي جوزك مع مراته. ولو هو واحد متجوز فهو بيقضي وقت، انت شايفه منه حاجه؟ بتاخدي منه حاجه؟ بيقضي وقت على الفيس حبيبتي. هتشوفي منه الحنيه والطيبه والحلاوه والشياكه وكل حاجه حلوه. هيطلع يظهر لك احلى ما عنده، يبقى هو الملاك، عشان جوزك ده يطلع الشيطان. وحتى لو جوزك ده شيطان، انا مش بتكلم عن جوزك، كل الرجاله شياطين، ما فيش حد فيهم ملاك. فاحنا حبايبي ما نتخدعش، ما نتخدعش بالكلام الحلو والناعم المسهول. حلو حلو بنسمعه جميل، بيريح القلب، بيزغزغه تمام، بس بعد كده كسرة قلبك حلوة، الوجع اللي بتحسيه حلو، كرامتك اللي بتروح حلوة. انا عايزك تحط عقلك في راسك، انا عايزاكي اي حد يدخلك على الخاص، اي حد يحاول يقرب لك على النت، اقفلي بابه، لان اقسم بالله يوم ما بيجي يتجوز او يرتبط بيروح لامه، ولو بيحب واحدة وكلمها على النت ولقى معها تجاوب بيتعقد منها، ولو اتعقد الشاب مش زي البنت. والله لو شاب اتعقد من بنت، لو روحه فيها، لو بيعشقها عشق عمره في حياته ما هرتبط بيها، وفي الاخر هيروح يقعد جنب امه ويقول لها والنبي ياما اختاري لي والنبي ياما نقي لي، وفي الاخر هتجيب له بنت خالته بقى، بنت عمته، جارتهم، بنت على بنت طنط تفيده، اي حد حبيبتي امه هتجيبها له وهو هيتجوزها، هيتجوزها ومش بيحبها، لا هيحبها، هيتصم، هيبص، هيتشقلب لغايه لما يحبها. خلاص انا قلت لكم اي واحد هيدخل على النت هيتشقلب لك عشان تحبيه، فبلاش منه، اقفلي بابه. وقد اعذر من انذر. خلاص يلا بقى سيبكم دلوقتي، سلام، وان شاء الله استنوا مني حكايه جديده من حكاوين.